طيب فيتور بيريرا 4 أشهر ويتقاضى مبالغ بالدولار، وانا بقول لك اهو انا النهارده كمسؤول فيتور بيريرا لم اجد اي تطوير حتى هذه اللحظه على ارض الواقع، وهقول لك بالدليل كلامي بالدليل. لما بنتكلم على المعايير وبشمهندس عادل بيتكلم على المعايير، المعايير هذه ما هو التطوير؟ التطوير ان احنا نشوف قرارات تحكيميه موحده لجميع الحكام سواء حكام الميدان او حكام الفار. ولكن للاسف التطوير النهارده ما طالش النقطه ديت. بتشوف حكام بتستدعي الحكم الميدان والحكم الميدان ما بيخش بالقرار والعكس، وهذا ما حدث في مباراه السد القطري والوداد المغربي. اذا هنا نمره واحد كلمه تطوير كلمه مهمه جدا جدا جدا. ازاي انك انت تطور نمره واحد تخلي المعايير واحده عند كل الحكام عشان خاطر انا النهارده معياري في احتساب المخالفه على سبيل المثال لمسه اليد يبقى الكل عارف ان دي لمسه اليد بيحسبها ركله جزاء وهكذا. كابتن انت اتفرجت على ماتش الوداد والسد وحكم الميدان النهارده ده اللي عامل مشكله. انا مش هتكلم على اخطاء في مباراه السد والوداد. حضرتك اتفرجت عليها يا فندم؟ اتفرجت على مباراه الوداد والسد؟ هو كان في استدعاء من الفار للحكم والحكم ما خدش القرار، دي من ضمن الحالات. وانا مش هتكلم على اخطاء ابراهيم، انا بتكلم على نقطه مهمه ابراهيم دي هي لا انا عايز بس الجانب المغربي كان متحامل على البنا وطاقم الحكام ولا كان في اخطاء موجوده؟ هو هناك اخطاء وهو من وجهه نظره ان هو ظلم وظلم. هو على سبيل المثال هناك البار استدعى الحكم لاحتساب مخالفه والبنا رجع وما احتسبهاش لصالح الوداد ابراهيم بيه. دي من ضمن الحاجات اللي حصلت ان البار استدعى الحكم في احتساب مخالفه لصالح الوداد ومحمود البنا. عشان كده انا بتكلم على المعيار. انا النهارده لو المعايير واحده والتطوير هنا عندنا واحد ما كانش الحكم هيختلف مع حكم الفار. خلاص ده رؤيته في معيار المخالفه واحد، ولكن هنا عندنا التطوير عنده مشكله وبعافيه شويه. انا بتكلم على تعيينات الحكام ابراهيم بيه. 48 حكم اداروا الدوري الممتاز منهم مباراه الاهلي وبيراميدز في الجوله 11. شيمون مارتشنياك الحكم البولندي اللي هو حكم نهائي كاس العالم، حكم مباراه ولا اربع، النادي الاهلي فاز فيها 3-0، وعندنا سلافكو حكم مباراه الاهلي والزمالك. 46 حكم اداروا الدوري ما بين 20 حكم اداروا مباراه واحده ومباراتين من ال 46 حكم. تخيل حضرتك 20 حكم يديروا مباراه واحده ومباراتين، واقصى حكم لاعب محمود البنا لعب 18 مباراه. بنتكلم على معيار التعيينات وده شيء مهم جدا جدا يا ابراهيم بيه. طب واللي حكم مباراه واحده ده استفاد ايه؟ ده اكنه نزل في الدقيقه 90. طيب هيتطور ازاي ده؟ يا باشمهندس عدلي انا النهارده بدل ما 46 و48 حكم انا النهارده ممكن انا ابقى عندي 30 حكم وال 30 حكم ياخدوا كلهم مباراه متساويه سواء كان في الكواليتي او سواء كان في صعوبه المباراه، عشان انا في نهايه الموسم النهارده بقى انا عندي حكام اقدر ان انا اعتمد عليهم في الموسم الجديد. الحكم الذي ادار مباراه واحده او اثنين على مدار 34 جوله هو استفاد ايه؟ هو ان انا عاوز اقول ان انا لعبت 46 حكم؟ هو ده التطوير؟ طب ما يمكن لعب تحت كتير يا كابتن افندم؟ مالناش دعوه احنا الدنيا يمكن لعب تحت كتير، ما هو بيستخدموهم هنا وهنا. من الحكم يا ابراهيم بيه انت بتدي له الخبرات عشان يبقى حكم دولي في في الدوري المشترك. مش دولي، لا مش دولي عشان يبقى يا استاذ ابراهيم انا فاهم انه مش دولي. هو في حكم دولي هيحكم مباراه؟ يا باش مهندس انا النهارده نتاج التطوير هو ان انا اقول ان انا طلعت 10 حكام 5 حكام اداروا في الدوري الممتاز مش لا يقل عن 8 او 9 مباريات مش مباراه واحده يا ابراهيم بيه. ده التطوير يا باشمهندس. المعدل المعتاد يا كابتن ليكم، المعدل المعتاد سنويا الحكم اللي هو الدولي الفئه الاولى بيبقى حاكم كام ماتش تقريبا في السنين اللي فاتت؟ على حسب عدد المباريات وعلى حسب عدد الحكام اللي هم بيديروا المسابقه، يعني يعني النهارده لو 30 حكم ابراهيم بيه النهارده بيلعبوا اكيد هتلاقي نسبه الحكام هتبقى اعلى شويه. بس 11 ماتش للبنا نسبه مش عاليه على فكره. بالنسبه ل 46 حكم هو واخد 18 مباراه. 18. ياتي بعديه ابراهيم نور الدين 15 ومحمد الحنفي 15 محمد معروف لعب 12 امين عمر لعب 13 محمد عادل لعب 12 مباراه وده طبعا قليل جدا جدا على محمد عادل. عادل وامين عمر يعتبروا مظلومين. امين عمر ده راجل بروفيشنال هو محترف باجر في الاتحاد الافريقي ابراهيم بيه.
وانا النهارده هذا المحترف من ضمن 25 محترف في القاره، الاتحاد الافريقي بيعول عليه ومن الناس اللي ممكن يروحوا كاس عالم هو او محمد. بس انا حاسس ان متاخد في حد واخد منه موقف هنا، يعني حتى وقعه كاس العالم دي كانت غريبه قوي. بتفق معاك تماما يا باشمهندس، احنا بنتكلم ازاي ندعم حكامنا يا باشمهندس. عندنا مشكله مش عارفين ندعم حكامنا الدوليين اللي الاتحاد الافريقي بيسند لهم مباريات، عشان ادعمهم لابد ان انا اسند ليهم المباريات المهمه هنا في الدوري المصري. وحاسبهم، مش اسند اليهم وبس، احميهم من اخطائهم.